ووو، اصطدمت عجلات العربات ببعضها البعض عند منعطف حاد، فطارت وسقطت أرضا. أوه، كاد سائق العربة أن يسقط على الرمل الذي يغطي أرضية الحلبة. تمكن الرجل من الصمود وواصل السباق. تجاوز المتسابقون حتى الآن 11 جولة. تحطمت خلالها العجلات وانقلبت العربات وتعثرت الخيول. الجولة الأخيرة على وشك أن تبدأ. بدأت 12 عربة سباق، بقي منها 2 فقط. يجب أن يستمر العرض. يشعر الرياضيون بالإرهاق، لكنهم مسرعين بلهفة نحو النصر ويتحكمون ببراعة في 6 خيول جامحة. لقد وصلوا إلى المرحلة الأخيرة. يندفع أحد سائقي العربات إلى الأمام ويعبر خط النهاية أولا. يشعر إمبراطور روما بالسرور، ويقوم 100,000 متفرج بالتصفيق بحرارة للفائز، ويبدأ الآلاف من الناس بترديد اسمه: ديوكليس، ديوكليس، ديوكليس. حسنا، كانت مباراة ممتعة. الاسم الكامل لهذا الفارس هو غايوس أبوليوس ديوكليس. لقد فاز خلال مسيرته الرياضية ب1500 سباق. إنه نجم حقيقي. الشخص الوحيد الذي يحبه معجبون أكثر هو الإمبراطور. من الصعب التغلب على ديوكليس، ليس في حلبة السباق فقط، بل من الناحية المادية أيضا. إنه أغنى رياضي في التاريخ، فلو عاش ديوكليس في عصرنا هذا لكانت حساباته ممتلئة إلى الحد الأقصى بثروة تصل إلى 15 مليار دولار. أغنى رياضي في عصرنا هو مايكل جوردن، وثروته ضئيلة إذا ما قورنت بثروة ديوكليس، إذ يملك لاعب كرة السلة 2.1 مليار دولار، أي أقل من سبع ثروة ديوكليس. لكن 2.1 مليار ليست مبلغا سيئا. كان ديوكليس فاحش الثراء لدرجة أنه امتلك 2.5 طن من الذهب. ما الذي يمكنك فعله بأموالك لو كنت أغنى رياضي في العالم؟ كان بإمكان ديوكليس إطعام كل سكان عاصمة الإمبراطورية طوال السنة بدخله السنوي. في ذلك الحين سكن روما ما يزيد عن 450,000 نسمة. وحتى لو جمعنا ثروة أغنى 50 رياضي في الوقت الحالي لما استطاعوا التفوق على ديوكليس. إنه البطل الأوحد ولا يرجح أن يتجاوز أي رياضي ثروته. المخترع ورجل الأعمال إيلون ماسك هو الشخص الأكثر ثراء في العالم، وتقدر ثروته الصافية بحوالي 203 مليار دولار. لكن ثروة إيلون ماسك لا تضاهي ثروة أغنى شخص في التاريخ. إن الشخص الأكثر ثراء في التاريخ هو الإمبراطور الصيني شينزونغ سونغ، والذي يستحيل إحصاء ثروته. يعتقد الاقتصاديون المعاصرون أن شينزونغ سونغ سيطر على 30% من ثروة العالم، إذ تقدر قيمة عاصمة الإمبراطور بحوالي 30 تريليون دولار. عرف حكام الصين القديمة كيفية إنفاق أموالهم بحكمة، فقد أنفقوا 95 مليار دولار لبناء سور الصين العظيم. وبهذه الأموال يمكنك بناء 2317 مبنى من إمباير ستيت. سيطرت الإمبراطورية الرومانية على منطقة البحر الأبيض المتوسط كلها، وكان أغسطس قيصر أغنى حكامها، إذ امتلك 5 ممتلكات الإمبراطورية، ويقدر الاقتصاديون المعاصرون صافي ثروته بأكثر من 4.6 تريليون دولار. حسنا، هناك يخوت باهظة ويخوت باهظة جدا. يليها اليخت الأغلى ثمنا على مر التاريخ، وهو هيستوري سوبريم. يبلغ طول هذا اليخت 30 مترا فقط، لكنه مزين بعشرة أطنان من الذهب والبلاتين، وتبلغ قيمته 4.8 مليار دولار. آمل ألا يغرق. زينت غرف اليخت بحوض سمك من الذهب الخالص، وبقطع من الماس، وبشظايا من حجارة نيزكية، وبعظام تيرانوسور. وعلى سبيل المقارنة، يبلغ ثمن طائرة إيرباص A380-0، وهي أغلى طائرة خاصة، حوالي 500 مليون دولار. لو عاش الملك مانسا موسى في عصرنا، لتمكن بأمواله من شراء 80 يختا من نوع هيستوري سوبريم. لو اشترى لنفسه أسطولا من الذهب، لبقي في محفظته 16 مليار دولار. قدرت ثروة الملك بنحو 400 مليار دولار. حكم مانسا موسى الأول دولة مالي في أفريقيا خلال العصور الوسطى، وحقق ثروته الكبيرة من استخراج الذهب والملح، اللذين كانا قيمين آنذاك. إن شعرت بالقلق بشأن تجاوز حدود ميزانيتك عند الذهاب إلى المطعم، فكر في الملك مانسا الذي كان رافقه 8,000 شخص كلما قرر الذهاب في إجازة، وكان يأخذ معه 13 طنا من الذهب لتغطية نفقات السفر. يبدو أنه كان سخيا في دفع البكشيش. لقد أنفق الكثير من المال في رحلاته لدرجة أنه قلل من قيمة الذهب، مما أدى إلى انهيار الاقتصاد كليا في منطقة البحر الأبيض المتوسط. السيدة الأكثر ثراء في عصرنا هذا هي فرانسوا بيتينكور مايرز.
وتبلغ ثروتها 72 مليار دولار، لكن سيدة أخرى في التاريخ فاقتها ثراء. فلو كانت الملكة المصرية كليوباترا تعيش في عصرنا لبلغت قيمة ثروتها حوالي 100 مليار دولار، مما يجعلها في المرتبة الخامسة لأكثر الأشخاص ثراء في العالم كله، حتى أنها تتفوق على مارك زوكربيرغ ووارين بافيت. حصلت كليوباترا على نسبة مئوية من كل السلع المباعة داخل مصر وسيطرت على إنتاج القمح والبردي والزجاج. لهذا يعتقد بعض العلماء أن القيمة الصافية لثروة كليوباترا قد تكون في الواقع أعلى من ذلك بكثير، حيث تشير أكثر التقديرات سخاء بأنها كانت 4 أضعاف ما ذكرناه في البداية، بقيمة وصلت إلى 400 مليار دولار، وهذا من شأنه أن يجعل ملكة مصر السابقة أكثر ثراء من إيلون ماسك. قام الفرعون خوفو ملك مصر بتمويل إحدى أكثر المباني كلفة على مر العصور، وهي الأهرامات. لم يكن لدى المصريين القدماء شاحنات كبيرة وحفارات ورافعات، لذلك كلف بناؤها أكثر. الهرم الأكبر في الجيزة أكبر الأهرامات، وكان أطول بناء على الأرض 4000 سنة، فهو أطول من تمثال الحرية 46 مترا، وشيد من حوالي 2.3 مليون كتلة حجرية، كل واحدة منها بوزن سيارة تقريبا. إن كنت ترغب بتقليد هذا الإنجاز المصري، فكن مستعدا أولا لكسب قرابة 2.5 مليار دولار. لم يكن هذا المبلغ كبيرا بالنسبة للفرعون خوفو، فقد اعتمد على مناجم الذهب في صحراء النوبة التي شكلت مصدر الدخل الأساسي لمصر، وجنت للملك الكثير من المال لدرجة أنه كان الأكثر ثراء في عصره. يعيش أغنى ملوك عصرنا في تايلاند وتحت تصرفه 34 مليار دولار، لكن الملك ويليام الأول ملك إنجلترا جاوزه في الثروة 7 مرات، ووفقا لحسابات الاقتصاديين المعاصرين تواجدت في خزنته 230 مليار دولار. ظهر في أوروبا 12 نظاما ملكيا، وعائلة لوكسمبورغ هي أغنى نظام ملكي باق حتى الآن. قد يكون هذا مفاجئا لأن لوكسمبورغ دولة صغيرة جدا، فالبلد كله بحجم مقاطعة أورانج في كاليفورنيا. تقدر ثروة الدوق الأعظم بحوالي 4 مليارات دولار، وهذا كاف لبناء هرم، لكنه لا يكفي لشراء اليخت الأغلى ثمنا. من السهل أن تصبح ثريا إذا كنت ملكا أو فرعونا، ولكن الناس العاديين قادرون على الوصول إلى أعلى مستويات الثراء. ولد جاكوب فوغر في ألمانيا في القرن 16 لعائلة تعمل في صنع الأنسجة. بدأ جاكوب في دراسة المحاسبة منذ صغره ليصبح مصرفيا فيما بعد، وبعد بضع سنوات أصبح أغنى شخص في عصره. لقد برع في حساب النقود، وحتى الملوك الأوروبيون اقترضوا المال منه. تشير الوثائق إلى أن ثروته آنذاك تقدر ب 2 مليون جولدن، أي ما يعادل اليوم 400 مليار دولار. أنشأ جون دافيسون روكفيلر شركة ستاندرد أويل التي سيطرت على 90% من سوق النفط الأمريكية، وبفضلها أصبح رجل الأعمال أول ملياردير في تاريخ البلاد. وفي عام 1918 قدر رأس مال روكفيلر ب 1.5 مليار دولار، يعادل هذا المبلغ 400 مليار دولار بسعر اليوم. ليس سيئا لابن الحطاب. المنافس الرئيسي لروكفيلر من حيث الثروة هو أندرو كارنيجي، شارك في إنتاج وبيع الفولاذ وحقق 370 مليار دولار، وأنفق جزءا كبيرا من تلك الثروة على الأعمال الخيرية. فقبل 100 عام لم يكن هناك إنترنت، وكانت الكتب هي المصدر الرئيسي للمعرفة. بنى كارنيجي بأمواله الخاصة 2500 مكتبة عامة في الولايات المتحدة وحول العالم، فكما يقولون القادة هم القراء، أليس كذلك؟ تاج محل أحد أشهر المواقع السياحية في الهند، وقد بني في القرن 17 بأمر من الإمبراطور شاه جهان. ستبلغ تكلفة البناء في وقتنا هذا حوالي 960 مليون دولار. اعتبر شاه جهان الهندي الأكثر ثراء على مر التاريخ، لكن هذا ليس دقيقا. حكم عثمان علي خان إحدى الإمارات الهندية من سنة 1911 إلى 1948، وفي 1937 حصل على لقب الشخص الأكثر ثراء في العالم كله، فوفقا للمعايير الحديثة امتلك 236 مليار دولار. شيد علي خان الطرق وبنى الجامعات، وكان محبا للعلم، كما أحب سيارات رولز رويس والأحجار الكريمة. ضم مرآبه 50 سيارة، وعادلت مجموعته من الماس والياقوت 400 مليون دولار. أما اليوم يتواجد معظم المليارديرات في نيويورك وهونغ كونغ، 92 منهم في نيويورك و71 في هونغ كونغ، لكن هذا أمر مستجد. البندقية وجهة سياحية شهيرة في إيطاليا،
لكنها كانت في عصر النهضة العاصمة المالية للعالم، حيث سيطرت على التجارة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وعاش فيها العديد من أثرياء العالم.